السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة دايما إن شاء الله تعالى. الرمز بتاع النهاردة هي رأية قالت رأيت نفسي إني مديرتي في العمل تحضني وتسلم علي بحرارة فقط لا غير. طبعا الرمز هنا مبشر بالخير، إن هو المدير أو رئيس العمل يسلم علي أو إنه يقبلني أو إنه يحضني، فهذا بشرى بالخير بإذن الله تعالى. فالرؤية تحققت في لا يقل عن 20 يوم بفضل الله سبحانه وتعالى. الرؤية كانت بشرى لها بترقية في عملها بإذن الله تعالى، وفعلا تحققت لها فيما لا يقل عن 20 يوم أو لا يقل عن شهر. فهنا رؤية أن رئيس العمل يسلم علي ويحضني ويتودد إلي، فهذا إن شاء الله بإذن الله تعالى بشرى بإذن الله للود المتبادل بينه وبين رئيس العمل، وأيضا يدل على إن شاء الله بشرى للرأي بإذن الله تعالى بترقية وتغير في المستوى المعيشي للأفضل بإذن الله تعالى. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.